الحركات في الصلاة، أي حركة في الصلاة لابد أن ترجع إلى حكم من الأحكام التكليفية الخمسة. ما أنا بين من أقول الجل ده كوبيتون ليرتو بيجي جوي إمر بيجي نعو جيجي إسلام جويدي. حركة محرمة. ما أنا من من أقول جلد أنا أنكو كهرمينو. حركة كثيرة متوالية عرفا لغير حاجة، الالتفات الكثير عن قبلة، الأكل، الشرب. ما أنا هون ونقول من من أهرمه أني أقول قا يقبلوا مطيا ولا من من أقول كهيري ولا نعم أقول ولا غير أقول إمر كان ير جلد. نعم الثاني حركة مكروه، حركة يسيرة لكن لغير حاجة. أنا جاء مانا نونت يمون من منقول أنا هرما وأنا من منقول هيم قول إنه كوكو أنيانو. حركة مباحة كل حاجة، مثال سقطت النظارة وهي صلي رفعها بأدنى حركة يصح. مانا نونت من منقول تمون كو من منقول أنا هرما وأنا كوكو هيم موجا تندو نداغو قد نصفة سيؤتي قول لين تجي مياني ولا كوفن يمورو خوشم. نعم الحركة المستحبة هي الحركة التي يتوقف عليها كمال الصلاة. سد الفرج. من من أقول كان يرجل ده نوتون أنا هرم نونكو كوكو يد أنا أمسا وانهون من من أقول أنا هرم كوكو تيم من تجول ده نصفة ستايوني سبب وليسون قول نوتون نكور نوتون بلاس نوتون أوتك إيم وياها ودنا يون ده. الحركة الخامسة هي الحركة الواجبة، إلا ما تحرك بطلت الصلاة، يتوقف عليها صحة الصلاة. ما أنا نوني من من أقول jawon go dum don ko memina gol waddi gol non ko wadno si otiki memina ki don hara julde ne sella te hara non yowiti e mudum gol memina gol don sellugol julde ne ana wa ana usalli al an tadhakkarta anna ala taqiyati najasa la budda min al haraka min izalati al taqiya hatta takun al salah sahiha wallahu a'lam sifa mudum memina gol ana horma ko waddi gol otiki hara e julde ne ma kufune ma kono waddi sobe o andita dum don se oni a anditi dum don hare no waddimo ndew yettata kufunen o bugoma gol meminagol don ko hunde waddi denon.